كلي شي شويه وفوج ما دام الله. واشوف اسي وراحنا غير هنا بنادم يفهم، وكي كان سمعنا شي هضره في الشكال كيقول لك حنا خوت. انا مشيت للدار البيضاء ونعست على ظهري كنشوف نشوف الراس ديال شي فاطمه ما كاينش، عرف داخله في النجوم. كان حسب تنعيا شحال فاطمه شحال فيلا موصفه. شو واحد ساكن فيه، واحد ساكن في النوالة قالك حنا خوت، واحد كي نعس فوق ناموسية كدير 80 ملو والملاية كدير 500 ألف فرنك، 100 ألف فرنك. واحد نعس فوق الحصيرة كدير 3 دراهم ومغطيب كاشية كدير 2 دراهم فيها تقدم قبلها معي مع الحاج بالنشا كيصبح من فوق بالبرد قالك حنا خوتس. واحد كي نعس في الدار كتشعل كتضرب الشتا ما يشوفها حتى الصباح تتنوض مرتو. مصطفى ضربات الشتا البارحه حق ربي، شوف الماء كيدير معاه والله الا الشتا نيت ديال المحول الشتا نيت. او الراجل تا هو كيطلو كيضحك والله الا الميكات وي وي الشتا نيت. ما سمعناها. واحد مسكين ساكن في النواله نيت بدا الشتا قطراهنا 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 قطراهنا، هذيك دار ليها غراف، هذي دار ليها البراد، هذي دار ليها البانيو، هذي دار ليها طو، وتسمع داك الطوا وداك الشيء ما مقاديش باو داك كبك كنك باو داك الماسك ديال بومريت يسمع الحال وقالك حنا خوتس. لا بانيو هو لا باتري باو داك كبك كنك بوم داك كبك كنك وقالك حنا خوت. يا ودي اخوته حنا خوت عبد الفم ياه. واحد كان عسليك في الدار كتشعل والصباح كيبغي يدوش النقاصة سي الله يعطيك. عندي شويه معلومات مشي حامد ما دام الله الحق اخوتي كنقولوا رمضان جاي كيفوت رمضان نقولوا العيد وفي رمضان رمضان هذا العام جا سخون شحال من واحد صامو وشحال من واحد عرقا في هذا العام ياكلوا عاود صاحبو شتي طاليان ما كيصوموش وانت صايم. راه هنا خاصك تعرف شي شويه ورمضان عند من كيعزاز شكون اللي كيبغي رمضان دراري صغار كتقول له واش رمضان زوين قالك زوين علاش كيفطر ويتغدى مع المغرب يسبق حدا الطبله. انت اللي صايم كتشرب زلافه يشرب هو 14 يشرب يعاود الخور حمص باقي في الكوكوك ما نتقلبوش تحكي شباكيه حداك تبغي تشرب شي غراف ديال الماء تلقى الشباكيه طار في شباكيه بدا يبدا يحك تحابني جمعتيك. اشوف اسي ورمضان وحق ربي الى رمضان كاين اللي كيصوم وكاين نيت اللي كينعس نيت من 4 ديال الصباح حتى يفيقوا مع المغرب كيود الظهر كيهز واحد رجل ويهبط وحده بحال هكا على بشكل عاود العصر يبدا يخليك واحد الشخير في شكل غايود المغرب يفيقوه يبدا يفطر يعاود لهم رمضان هذا العام ما فيه لا عطش لا جوع غايدخل عندك تحت الكواش في غايلقى. ورمضان شكون اللي كيصوم بزاف مالين برا كيقدروا على رمضان واخا سخون الحال كيصبر وما في المدينه ومع الصباح في المدينه كتلقى الراجل باقي شبعان كيضحك ها وصل الظهر تلقى عنده ضحكه اخرى ملي كيقرب المغرب كيطلع للدار معوج الضحكه اخرى كيودن مالين المدينة ما كيصبروا وكاين اللي حط واحد الزلافة ديال الحريرة حاضية من العصر ما يشوف لا هاك ولا هاك حاضية الحريرة أو يدوي مع صاحبي ست هامي هذا اللي ما بغاش يودن ماله اش قالوا صاحبه هذا راه خاصو يتبدل يودن مع العصر ولا نبدلو ومع الفقير الله يعز الطلبة كتسمع الطلبة في اليد الله أكبر الله ما يكملها تتموت بالجوع في المدينة يقول الله أكبر تلقى يشرب يدبز مع مرتو أغيتا ما ديرناش العدس قالك تقفل ودني الفطور مالين برا أما يدخل الدار تيفوت المغرب بالساعة ألقى يشرب يدبز تا هو مع مرتو فاطمة حتى ما دير لي شاد زلابة صغيرة عادي الله يبان يخليه يبرد أمني كان بطل الحريرة اوعز القشور ديال الحمص الضبابه كطير